أتحدث الآن من باب التنبيه، وإلا هو يفترض ماكو، إحنا متفقين من البداية، متفقين على عقد واتفاق أنه الوزير تنتهي علاقته مع القوة السياسية بعد ترشيحه ونيل ثقة البرلمان، ومع تقديري واحترامي لكل القوى السياسية كونوا على ثقة، لا يملك أي حزب أو أي كتلة نيابية أي تأثير في بقاء الوزير من عدمه أبدا غير رئيس الوزراء. والوزير الذي يشعر أن هناك ضغط وأن هناك نوع من التهديد بحجة الاستجواب وراح نتدخل بالتغيير، أنا موجود. مؤشراتنا الأولية عن أداء الوزراء، وأخص بالذكر مكافحة الفساد الإداري والمالي الذي ورد في المنهاج الوزاري سابعا. ما قاعد أشوف وين الوزارات من هذا الالتزام؟ شنو الإجراء اللي صار؟ إش كم قضية؟ إش كم ملف انفتح؟ إش كم تحقيق وصلنا فيه إلى إدانة؟ إش كم ملف تم إحالته إلى المحاكم؟ إش كم لجنة انتهت لتضمين الموظف المتسبب بهدر المال العام؟ موجودة هاي المؤشرات؟ إذا موجودة نريدها بتقارير حتى نعرف أنه حكومتنا بوزرائها نفذوا هذا الالتزام. الزيارات الميدانية شوي خفت بالفترة الأخيرة، مو فقط الوزير، الوزير وكلاء والمدراء العامين يتواجدون هناك في الميدان مع دوائرهم في المحافظات يحلون مشاكلهم. أكو مشاكل إحنا قاعد نتدخل، أنا شخصيا قاعد أتدخل وأقعد على مستوى مدير عام وكذا أجمعهم ونحل مشكلة. كيف الحال لو الوزير يتدخل ويروح هناك في المحافظة الفلانية ويأخذ المختصين ويحل المشكلة بدل ما تبقى كتابنا وكتابكم وأنتم قاعد تشوفون اليوم؟ أولويات الحكومة التي ضمنت بالبرنامج الوزاري وهي أيضا نص عليها في المنهاج الوزاري: البطالة، الفقر، الخدمات، مكافحة الفساد، الإصلاح الاقتصادي. هذه هي الأولويات التي سيتم تقييم الحكومة برئيسها ووزرائها ووكلائها ومدراءها العامة. كل وزير خل لا ينغمس بالملفات الوزارة، مو أقول نتركها، لكن يخلي الأولويات أمامه. يعني من يريد يعد جدول الأعمال مال اليوم الثاني شنو مواعيده، زياراته، قراراته، مداولاته، يكون يباوع على هذه الأولويات قدر تعلق الأمر بالوزارة. وإلا إذا اليوم يمر وما عنده خطوة عملية في مجال تنفيذ هذه الأولويات، هذا راح يأكل من رصيدنا وما راح نفي في تنفيذ هذه الأولويات. أولويات مو سهلة، مشاكل مستعصية يراد لها حلول، يراد لها متابعة، يراد لها قرارات. عندنا قرار الآن أو توجيهات مهمة، وجاءت بناء على عمل متواصل مع الوزارات مع الجهات اللي هي تتعلق بالمتقاعدين. تدرون هاي فد رسالة مباشرة، التوجيهات الأخيرة اللي تتعلق بالمتقاعدين رسالة مهمة لهذه الفئة المضحية، ناس أفنوا عمرهم في سبيل يقدمون خدمة للبلد، هذا يستحق أنه قاعد بالبيت وتجي الهوية وتجي استحقاقاته كلها. على الوزارات كافة تنفذها بحذافيرها، وكون نسمع من خلال لجان المتابعة أنه تنفذت وتم احترام هذا المتقاعد وما خلناه بدوامة المراجعات المتكررة والمستمرة واللي هي اللي تتعلق بدخله وقوت يومه المعيشي.